معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. اضبط! مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راسة فندينا يا كلب! مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا رب أشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي مية توضى علشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي، اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي، هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا أختي، من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انت ما بتخلفيش. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم، وأنت أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. مساء الأنوار يا برنس. شلبي أمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، أنت أمير يا شلبي. تلميذك. Go! I go! بوسي؟ انت مش نمودي قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقولك إيه، روحي رشي ولا بخاري ولا عمليلك أي منظر. مش في الأوضة يا ستي. أمال فين؟ في الصالة كلها. بنتي يا بيسا، أنا كنت برتاحة من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا أبلة، ده كمين،
والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لي. نهار اسود انت هتشليني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل. طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بت يا بيسه انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله هليل. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الماشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجي قول للرجاله كده. عمرك يا كبير محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف يا ابنك عجة، خميس دماغه انشف من ريق العطشان، غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي، عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجالة بتتواجد، ما بيخبوش رجالة في الضلمة. ودي مرسالك. يلا 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 معلم. ما انتهت لانك انت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعدة زي قبل قطعة اهو. ده انا حتى العشاء ما تعشتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طعم الحنيه ده؟ انت يا حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه لي احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم إياه ده كنت واحد تاني خالص. أهلاً. مش هتدخل تغير هدومك ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أصل أنت النهاردة خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز أقول لك على حاجة، أنا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز أقعد مع عمي شوية. ماشي يا ياسر ماشي،
يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بصي يا اسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكلب. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازع طول الليل. ما تخلص يا ابني انت وبلاش لك هلع. مش عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصلي. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشك. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعاكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره معجب، انت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما ما عاوزاك. استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصله؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايمه وسفله؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما شوفش فيها خلقة أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال وبعدين أبقى أعملك كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك لوح ساعدني. جاتك القرف مرة فقر. أوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري وتسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي أحلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مرة زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي أروح أزورها في قبرها الله يرحمها. أنت اتعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك برا على طول عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جرية يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموما أنا مطلب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجه المفاجاه تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال ايه بس، اللي جاب الخلخال طبعا. انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانه مكتوب عليه رمانه، ولا اصلي غاوي خنخيل. انا احب الخنخيل قوي، ولما كنت صغير وبمسك بيها في دلجه لبيت امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا اما، وكانت بتوزع بضاعه ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بتشتاقي لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده ورمانه؟ انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها.
فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وانا مرميه مع اولاد خالتي صبيان على بنات في شقه قد الحق بننام فيها زي عدان الكبريت، وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سالت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفاتحه. خميس انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كئيبه، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابت كده معانا في التت وشعبيات كده. تت يا بنت وشعبيات كده يا انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. احنا الصبح يا خميس. وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم من الصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا وادي يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش، ده دوخني وراه السبع دخان. يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احللك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر وجب التنفيذ يا فندينا. قد الاول يا بجاش، قد الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكتي انا يا بجاش، مش سكتي انا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. ايه من المصيبه وتجري فيها؟ وراك ايه المره دي؟ انا دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك، عايزك ضروري. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ اه زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. يا عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. اخبارك ايه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. اخبار فتنة ايه؟
والحمد لله ربنا كرمنا آخر كرم وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني، بالرغم إيه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده لو انت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان مؤاخذة يا زغلول، بس الواحد فوجئ زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا فوتنا، الظلم وحش أوي. إنما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة، والنفس لسه عزيزة، فأنا والبنت فوتنا فكرنا في حاجة حلوة قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمة تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعة شعبية ونبيعها بجنيه واحد للناس. أهم حاجة إنها شعبية. نعم أنا ابتديت شعبي. هو ده الصح، أحسن حاجة الشعبي ده. إيه يا فوتنا؟ مش هتسمعينا صوتك بقى ولا إيه؟ مكسوفة؟ لا مش مكسوفة. أمال إيه؟ فرحانة. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت عدى اسلم بس. تسلم الكل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني بعدي علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفة هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ لا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ عالم بلدي وده سلوينا وعواد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزة تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شروطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضو. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، أشوفك متعلمة وأحسن أستاذة في المنطقة، أحسن من الأستاذة فاطمة اللي ورا على ناصية. استنى 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 زوز. هناك تكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا اكتب علينا ربنا. تعالي وادي أحلى بصمة لأحلى حجر. لأحلى أحلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو غيانه تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجاله المعلم بياخدوا الحبايه بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب، وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟
بعد الشريط لما يعمل 10، واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. وش معنى رجالتنا؟ ليه ما هيكونوش رجاله حد تاني؟ بالراحه يا معلم بالراحه، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال. احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوب بينا كلنا. انا هدعبس في الحكايه دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيدي المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديه المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس يا بجاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد، ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه، تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله، الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعميره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذة سلبها عز ما تملك؟ خميس، ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه، ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدانه. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنة بحشش يوميتي يا رب صبح وليل. اسأل عيال أمي. أيوه. وعمري يا أخويا ما أدمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحدة. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزة شد، بس هو اتحرش بيها. ايوه ايوه، اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس، رومانا استني.
استني بس يا نجمة مصر. نعم، انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة، ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك ابن مفكوكة. كده برضه يا رمانة؟ 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 شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقيه الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحه على نفسك شويه، شكلك تعبان. انا مش تعبانه ولا حاجه، وديني بتسلى. تسلي ده ايه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا ما انت عارف بنتك كويس، انا يا دوب ابص في الكتاب من هنا احفظه صم، والكتب دي بتعلم منها وانا بقراها، وبرده بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها لافندينا. انا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. اه والله يا بنتي عندك حق، الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزياده، وبيتعامل معاكي كانك اخته بالظبط. طب سيبني بقى بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من على خير. اقول لك ايه، اعمل لكيش حبه شاي صغننين. ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه. يلا بابا بقى عايز اكمل شغلي. يلا بابا عايز طب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلته لي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس. انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ معالي الباشا، امرني معالي، تشرف وتآنس في انتظار معاليك. احنا نفرش الارض ورد. مع السلامة. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شباب. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ ولا ايه؟